بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم مثلث برمودا بشرح مادة الباطنية. راح تسألوني شنو مثلث برمودا؟ مثلث برمودا متكون من ثلاث أشخاص اللي هما يوسف وسجاد وصالح، راح يشرحون مادة الانترنال ميديسن للمرحلة الثالثة بجانبيها النظري والعملي. زين، من الشرح والمحاضرة مأخوذة من المصادر المعتمدة عالميا اللي هنا ديفيدسون للثيوري والماكلويد اند كتاب الدكتور عبد الحمزة راجوج. اول المواضيع اللي راح يشرحها مثلث برمودا هي بالجي اي تي ديسوردر، واول موضوع بالجي اي تي ديسوردر راح ناخذه هو الفوميتينج او التقيؤ. خلينا نسولف عن التقيؤ. التقيؤ هي اخراج المحتويات او الاكل منين؟ من المعدة الى خارج الجسم، يعني من جسمك المن لبرا. هذا الفوميتينج. اكو مصطلحات خاف تشتبهون بها، مصطلح اسمه ريتشينج، مصطلح اسمه ريجارجيتيشن، مصطلح اسمه رومينيشن. الريتشينج هي المحاولة التقيؤ، واحد يريد يتقيأ يريد يعني بكل قوة يريد يتقيأ. زين، واحد بكل قوته دا يضغط على عضلاته على مود شنو؟ على مود يتقيأ. الريجارجيتيشن لا، بدون ما يضغط على عضلاته وبدون شيء مباشرة راح يصير شنو عنده؟ ارتجاع. الريجارجيتيشن يعني ارتجاع، فراح يصير عنده ارتجاع للمكونات والمحتويات اللي موجودة بالمعدة، وتوصل للإسوفيغاس وتسبب له ممكن هارت بيرن، وممكن تصعد للفارينكس وتوصل حتى للفم وتطلع خارج الجسم. زين، هذا الريجارجيتيشن. الرومينيشن هو ريبيتد ريجارجيتيشن. ريبيتد شنو؟ ريجارجيتيشن. هسه تمام. الريتشينج محاولة التقيؤ أو التهيؤ يسمونها، أو التهوع يسمونها، لا مو تهوع، العفو، محاولة التقيؤ، يعني يجي واحد يضغط على عضلاته وعلى جسمه على مود يتقيؤ. الريجارجيتيشن اللي هو الارتجاع، والرومينيشن هو ريبيتد ريجارجيتيشن. زين، خلينا نشوف الفوميتينج شنو وضعه. أنا عندي أكو سناتر موجودة بالجسم مالتي، أوكي؟ عندي فت سنتر معين اسمه الفوميتينج سنتر، هذا سنتر هو اللي مسؤول عن عملية التقيؤ ككل. زين؟ زين. عندي سنترين، واحد اسمه سيربرال كورتكس أو يسمونه هاير سنتر، سيربرال كورتكس أو يسموه هاير سنتر، والثاني اسمه كيمو ريسبتر تريجر زون. الفوميتينج سنتر هو اللي مسؤول عن عملية التقيؤ. الكيمو ريسبتر تريجر زون هذا ماكو، يسمونه عندها. اي واحد يحفزه او يدز له اشاره تحفيز مباشره هو يروح يحفز منه الفوميتينج سنتر، واذا تحفز الفوميتينج سنتر صار تقيؤ. السيربرال كورتكس كذا الحال، اي واحد يحفزه ايش راح يسوي؟ هو راح يحفز العفو عن طريق اشاره معينه، يعني راح يحفز الفوميتينج سنتر على مود يسوي شنو؟ تقيؤ. شلون مثلا بالفوميتينج سنتر؟ واحد شاف دم مثلا، شم ريحه ما تعجبه، فراحت هذه الإشارات ترجمت إلى إشارات عصبية وصلت للهاير سنتر أو للسيربرال كورتكس، ومن السيربرال كورتكس انتقلت الإعازات المن للفوميتينج سنتر عن طريق الليمبيك سيستم اللي هو قريب عليه، أوكي؟ وبالتالي صار عندي عملية الفوميتينج. أو الكيمو ريسبتر تريجر زون مثلا، عندي خلل بالميتابوليك أو عندي فد علاجات معينة آخذها، راح تروح تحفز لي الكيمو ريسبتر تريجر زون اللي هو هذا مثل المسدس يشتغل. أيوة، أيجي بس زناد بس واحد ينسي راح يروح يحفز الفوميتينج سنتر، وبالتالي راح يصير عندي عملية التقيؤ. بعد من اللي يحفز لي الفوميتينج سنتر؟ مثلا الجي اي تي بشكل عام، الفيستيبولار سيستم يروح يحفزه مباشرة، الفارينكس، الهارت هم يروح يحفز الفوميتينج سنتر على مود يسوي لي شنو؟ تقيؤ. هاي مثلا بالمايوكارديال انفاركشن سيفير بين راح يسوي لي تقيؤ، وهسه راح ناخذها بالكوسز. زين، انا قلت هذا هو مصدر التقيؤ، وهذا عند هي يسوي تقيؤ، وهذا يدز اشاره حتى يسوي التقيؤ، وذني هن اللي يدزن الاشارات على مود يسوون التقيؤ. زين، عمليه التقيؤ هي بحد ذاتها شلون راح تصير؟ يقول يابا عندي هذا اسوفيغس، وهذا ستومك، ما ادري ليش الرسم هيك، وهذا سمول انتستين. زين، يقول بالبدايه اول خطوه راح تصير ان الاستومك راح يصير بيها ريلاكسيشن، راح هيك ترتخي الاستومك. زين، راح ترتخي لما يعني اشرع بعمليه الفوميتنج، لما اريد افوميت الاستومك راح يصير بها ريلاكسيشن. البايلوريك تون هذا الصمام اللي موجود هنا يعني يربط بين المعده والسمول انتستين، يسمونه بايلوريك سفينكتر. هذا الصمام هنا ازيد التون مالته، فايش اسوي له؟ اسوي له كونتراكشن، فراح ينسد. اذا الاكل وين راح يتجمع؟ بالمعده. زين،
هذا الإسوفيجاس بيسفنكتر هنا يسمونه لور إسوفيجيل سفنكتر، هذا شو يسوي له؟ أقلل التون مالته. إذا قللت التون يعني سويت له ريلاكسيشن، يعني فتحته أكثر. سو الأكل من هنا وين راح يصعد؟ الإسوفيجاس. الجلوتس والفوكال كورد سديتهم. شنو جلوتس وفوكال كورد؟ يعني المجاري التنفسية سديتهم. السوفت باليت رايزز، رفعت السوفت باليت على مود سد الخشم، فتحت الخشم من فوق. وش سويت بعد؟ ضغطت ابدومينال وول اند دايافرام كونتراكت. هيجي سويت، قلصت عضلات البطن، قلصت الدايافرام في سبيل ادفع المحتويات من المعدة للإسوفيجاس للفارنكس الى ان تطلع شنو؟ خارج الجسم. زين نعيد. يقول يابا أنا عندي إسوفيجاس معدة وسمول انتستن. زين بالبداية هذا البايلورس اللي يربط بين السمول انتست والغاز الستومك راح أسده، أسوي له كونتراكشن. زين وهذا السفنكتر اللي يربط بين الإسوفيجاس والستومك راح أفتحه. زين وسويت ريلاكسيشن اللي هنا أنا. سديت المجارة التنفسية وخشمي من فوق، والأكل تجمع هنا أنا. دفعت على الأكل شلون؟ بواسطة تقلص عضلات البطن والدايفرام، فاندفعت المحتويات وين؟ من الاستومك للإسوفيجاس للفارنكس للأورال وطلعت خارج الجسم. إن شاء الله تكون واضحة. زين خلينا نجي للكوسز مال الفوميتنج. شنو الكوسز؟ شنو الأسباب اللي تسوي لفوميتنج؟ يقول قد تكون هذه الأسباب بسبب إنفكشن التهاب، قد تكون هذه الأسباب بسبب CNS disorder، قد تكون بسبب gastroduodenal disease، قد تكون بسبب drugs metabolic disorder acute abdominal disorder labyrinthian disease الأذرز مثل myocardial infarction اللي هي severe pain أو alcohol والpsychiatric illness. خلينا نجيهم واحدة واحدة. يقول يابا الانفكشن راح تدز رسالة يعني بdifferent ways اللي هي مثل gastroenteritis والهيباتيتس واليوتي اي، راح يدزون بطريقة أو أخرى إشارة المن للكيمو ريسبتر تريجر زون على مود يروح يحفز الفوميتنج سنتر وشنو يسوي تقيؤ. زين أي انفكشن؟ الدراجز سيتوتوكسيك انتيبايوتيك دايجاكسين نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز ايش راح يسوون ذني؟ راح يدزن إشارة المن للكيمو ريسبتر تريجر زون واللي يدز للفوميتنج سنتر ويسوي فوميتنج. زين بعد الميتابوليك ايضا نفس الحاله، اي خلل بالميتابوليك بالميتابولات يعني اللي هي دايابيتيك كيتو اسيدوسيس يوريميا اديسون ديزيز راح يدز رساله ايضا المن للكيمو ريسبتر تريجر زون وبالتالي راح يدز رساله المن للفوميتنج سنتر ويسوي تقيؤ. زين سي ان اس ديسوردر هذا قريب عليه اللي هو هذا الهاير برين سنتر او يسمونه السيريبرال كورتكس، مباشره يدز رساله المن للفوميتنج سنتر. مثلا مايجرين شقيقه، ارتفاع بالضغط الداخلي، مننجايتس التهاب السحايا، يدز رسالة للفوميتنج سنتر وبالتالي هو يشرع بعملية التقيؤ. زين اكيوت ابدومينال ديس اوردر ايضا مباشرة العفو هذا يدز للكيمو ريسبتر تريجر زون مثل حال منه حال الجي اي تي والانفكشن. زين اللابرينثيان ديزيز يدز رسالة للفوميتنج سنتر مباشرة لان قريب عليه. Gastroduodenal disease يدز رسالة للكيمو ريسبتر تريجر زون وبالتالي هذا راح يدز رسالة للفوميتنج سنتر لأن هو غاستريك ابدومينال اللي هي غاستريك أيضا انفكشن اللي هي بالغاستريك لها علاقة. زين زين سايكاتريك إلنس خلينا ناخذ الأذر، مثلا عندي سيفير بين الكحول ذني راح يدز رسالة راح يدز رسالة مباشرة للفوميتنج سنتر وبالتالي راح البين اللي هي مستشعرات الألم موجودة قريبا على الفوميتنج سنتر اللي هي فوق بالبرين بالمدولة والكحول هم نفس الحالة راح يدزون رسالة لهنا على مود يسوي فوميتنج. زين سايكاتريك إلنس شنو سايكاتريك؟ يعني فد مرض نفسي أكو يسوي تقيؤ. إيه أناروكسيا نيرفوزا، أناروكسيا نيرفوزا هذا يخاف يزيد وزنه يعني ياكله هيجي بسكتاية ويخاف إنه يخاف يزيد وزنه من عنده يظل بقلق وبتوتر إلى أن يتقيأ. زين بوليميا نيرفوزا هذا ياكل 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 هيجي بشراهة يعني ياكل كلش هو ياكل. زين وبالتالي راح ايش يصير بي؟ راح تنطرس بطنه، ما راح يتحمل الاكل هذا، المعده راح تتمدد كلش وبالتالي راح يصير شنو بي؟ فوميتنج راح يتقيأ. زين اذا هذه هي الاسباب. انت حاليا طالب بري كلينيكال ستيج، طالب مو سريري، بعدك مو طالب كلينيكال، بعدك طالب ثيوري، بعدك طالب أساسي،
انت مرحله اساسيه مرحله ثالثه، ما يحتاج منك انه انت هسه تروح للمستشفى وتشخص وتعرف هذه الحاله شنو ما شنو. انت يحتاج منك تعرف فد برنسبل اساسيات معينه على مود تستفيد منها وين بالهستوري اللي راح تاخذه بالعملي. تمام تمام، اللي هسه ايضا احنا راح نشرحها. فهسه عرفنا هذه الاسباب: انفكشن، دراجز، ميتابوليك، سي ان اس، اكيوت ابدومينال، لابرينثيان، جاسترونتيجنال ديزيز، وسايكاتريك واذرز، اللي هن السيفير بين والالكحول. وهذه هي مثل ما اتفقنا قبل شويه، الجاستريك قلنا راح يروح مباشره للفوميتنج سنتر، الفيستيبولر سيستم راح يروح مباشره للفوميتنج سنتر، الدراجز راح تروح للكيمو ريسبتور تريجر زون واللي راح يروح للفوميتنج سنتر، السنترال نيرفوس سيستم اللي هو الهاير كورتكس راح يروح مباشره للفوميتنج سنتر، وهكذا. وكلهم راح يسووا لي العمليات مع الستومك والبايلوراس والمدري شنو هالسوالف هاي. زين خلينا نجي للهيستوري. الهيستوري مال المريض قال لي يابا الاونست، اول نقطه عندي الاونست. الاونست يعني شنو؟ يعني لازم اعرف هذا الفوميتنج صار كيوت لو كرونيك، يعني مزمن لو هستوى. اذا مزمن فسه قد يعود الى سايكوجينيك او سايكولوجيكال، يعني يكون هيك حاله نفسيه بيه انه هو لازم يوميا يتغير، صار له فتره على الحاله هذه. او لا والله كيوت اكيوت، فاسئله يابا ما اخذ دراك، ما كل فد اكل مسممك، زين عندك خلل بالجي اي تي، زين ذني اذا وحده من عندهن موجوده اذا هذا اكيوت شنو فوميتنج، او اذا هو اكيوت فوميتنج فلازم عنده وحده من ذني اللي هو اما ما اخذ دراك، لان دراج هستوى فراح يريد يتخلص من عنده، او توكسين مواد يعني بها بكتيريا فود بويزنينج طعام مسمم وهالسوالف هاي، او جي اي تي انفلاميشن او انفكشن. زين فالاونست اما كيوت او كرونيك. الكرونيك قلنا هذه سايكولوجيكال خلي تولي، الكيوت مالتنا قلنا يابا ما دام كيوت اذا انا اما ماخذ دراج او يابا ماخذ توكسين او جي اي تي انفكشن او انفلاميشن. زين زين النقطة الثانية الكاركترز، المميزات مال هذا الفوميتنج، لازم اعرف الكلر والكونتنت والبروجكتايل. لولا بروجكتايل يعني هذا انسان، هذا خشم، هذا حلق، هذا راسه، وهذا البنعوم مالته، هيك البروجكتايل. زين هيك القي يروح يطير، يعني يطشر امة محمد كلها اللي هنا، بينما الايفورتلس هيك على كيف ينزل. اوكي زين اوكي فالكاركترز هسه مثلا نقطة واحد، إذا كان undigested food. اوكي undigested food شنو undigested food؟ يعني الطعام طلع لي غير مهضوم بالفوميتنج، يعني هذا دلالة على شنو؟ خوش أنا عندي هذا إنسان، هذا الإسوفيغس مالته، وهذا هاي الستومك مالته، وهذا السمول انتستين. زين الأكل وين ينهضم؟ بالستومك. الاكل اللي طلع لي بالفوميتنج ما مهضوم، اذا واصل للاستومك؟ لا، يعني اكون سداد وين؟ اكون سداد بالاسوفيغس. وما دام اكون سداد بالاسوفيغس شو اسمي هذا الانسداد؟ اسميه اكاليجيا. اكاليجيا اوكي، ما دام اكو انسداد بالاسوفيغس اسميه اكاليجيا، وبالتالي الاكل يوصل لهنا ما ينزل كله للمعده، ما ينهضم كله، فلما راح يسوي فوميتنج راح يطلع الاكل شبي undigested food. Undigested food الأكل ما واصل للمعدة، ما مهضوم بالمعدة، وبالتالي طلع مننا بالفوميتنج، طلع Undigested food. زين النوع الثاني قد يكون بالفوميتنج أكو بلات، أكو دم، وهذا دلالة على أنه أكو عنده Upper GIT Bleeding. Upper GIT Bleeding هذا الإسوفيغس، هذا هاي الستومك، وهاي upper part of small intestine، هذا أكو هنا bleeding، هنا bleeding، هنا bleeding، فبالتالي لما صار vomiting طلع البليدينج هذا ويا للخارج، وشفت شفت البلد وياه، فقلت يابا هذا عنده upper GIT bleeding. upper GIT شنو؟ bleeding. زين لا والله ما عنده blood، عنده bile أو bilus يسمونه. شنو بايل او بايلس؟ يعني لونه اصفر. بما انه لونه اصفر مباشره اقول لك يابا انت عندك شنو؟ التهاب بالقناه الصفراويه اللي هو شو اسمه؟ كولي سيستايتس
اوكي عندك التهاب بالقناه الصفراويه لان طلع عندك شنو؟ طلع عندك الفوميتنج اصفر مالتك. خوش. لا والله لا بلط ولا بايل ولا اندايجستد، طلع لي فيكيولنت. فيكيولنت يعني شنو؟ يعني بي فيسز. يعني بي فيسز. زين خلينا نشوف، هذا إيسوفيغس، هذا ستومك، هذه سمول انتستين، هذه لارج انتستين، مو تمام، وهذا الركتام وهذا الانال كانال. زين عادة الفيسز وين تتكون؟ تتكون بالكولون، باللارج كولون اللي هو اللارج انتستين. زين الفوميتنج اللي طلع لي من هنا بي فيسز. زين بالستومك ما عندي فيسز، بالإسوفيغس ما عندي فيسز، بالسمول انتستين ما عندي فيسز، بالكولون عندي فيسز، والفيسز طلع بالفوميتنج. إذن أكو تجمع للفيسز صاير بالكولون مما أدى إلى اندفاع هذا الفيسز من اللارج انتستين للسمول انتستين للستومك للإسوفيغس لخارج الجسم. أعيد، زين إيسوفيغس أكو فيسز بيها تكوين الفيسز؟ لا. ستومك بيها تكوين الفيسز؟ لا. سمول انتستين بيها تكوين الفيسز؟ لا. لارج انتستين بيها تكوين الفيسز؟ اي. زين ليش الفيسز طلعت لهنا؟ هذا يدل على أنه أكو تجمع للفيسز باللارج انتستين مما أدى إلى اندفاعها عبر السمول انتستين وإلى الستومك وإلى الإيسوفيغس وإلى خارج الجسم. يعني شكو هنا؟ أكو انسداد. إذن هذا يؤدي إلى أولاً أقول يابا عندك colic obstruction، colic obstruction. أو لا والله أكو حالة ثانية. شنو هذه الحالة؟ إيسوفيغس، ستومك، small intestine، هذا large intestine، هذا large colon، مدري شنو هذا transverse colon. هذا transverse colon لازق بالمعدة. مرات راح يصير عندي فد ديزيز معين اسميه gastrocolic fistula، راح تتكون عندي فد قناه او ممر معين between the stomach and the transverse colon، between the stomach and the large intestine، واللارج انتستين هو مصنع الفيسز، فبالتالي انتقلت الفيسز من اللارج انتستين وين راحت؟ للجاستريك او للستومك، ومن الستومك للاسوفيغس، من الاسوفيغس الى خارج الجسم عبر الفوميتنج. اذا بي عنده gastro colic fistula، أكو فتحة between the gastric أو الستومك ويا اللارج كولون مما أدى إلى دفاع الفضلات من اللارج كولون إلى الستومك وبالتالي طلعت بالفوميتنج. زين هذا إذا كان الفوميتنج إيش بي؟ vicculant بي فيسز. زين بعد إذا كان الفوميتنج لا والله projectile. شنو projectile؟ يعني دمر الدنيا. زين يعني دمر الدنيا، هذا دلالة على شغلتين. أما والله عنده زيادة بالإنتراكرانيال بريشر، عنده ضغوطات وهيك شيء ويعني ضايج هو وكاره الدنيا وراسه يريد ينفجر، فبالتالي طلع الفوميتنج مالته بروجكتايل لأنه بحرقة هيك طلعه. أو لا والله عنده gastric outflow obstruction. شنو هذه؟ إيسوفيغس، gastric، small intestine وهالسوالف. هذا الاوت فلو مال الجاستريك اللي هي البايلوريك سفينكتر، هذا مسدود اكو اوبستراكشن هنا. سو الاكل وين تجمع؟ بالستومك. تجمع 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 صار هواي، وصل للإسوفيغس تجمع تجمع صار هواي، فمن طلع؟ طلع بكميه كلش كبيره، فصار بروجكتايل، اندفع انفجر بكميه كلش كبيره. ليش؟ لان اكو جاستريك اوت فلو اوبستراكشن، اكو انسداد هنا. زين اكو انسداد، فاقول يابا ما دام هنا أنا اقول gastric outflow obstruction. زين زين فاقول يابا اذا كان undigested food اكو عندي شيء اسمه achalasia، انسداد بالإسوفيغس. اذا كان blood فاقول abergiati bleeding، اذا كان bile فاقول cholecystitis، اذا كان vicculent فاقول colic obstruction او gastrocolic fistula، واذا كان projectile اما increase بالانتراكرانيال بريشر او gastric outflow شنو obstruction. تمام تمام. الشغلات اللي
اقول له اسئله به نيابه شلون راح يعني يخف عندك هذا الفومت، يقول يلا والله اخذ دراجز اخذ علاجات او والله استراحه واعدل الوضعيه مالتي، فمو كلش مهمه. نجي للاسوشيتد سيمبتوم. الاسوشيتد سيمبتومز كلش مهمه كلش مهمه، وشوفني ملاحظني انه مخلي لك البين هيش كبير يعني زين، لان كلش مهم في هذه العمليه. خوش، اولا راح اقول لك يابا اذا كان اكو فوميتنج ويا بين، واذا كان اكو فوميتنج بس نو بين. اذا كان فوميتنج ويا بين فالخلل بالجي اي تي، واذا كان فوميتنج ما ويا بين فالخلل مو بالجي اي تي. تمام تمام، عاشت ايدك ويا يريدك. اذا كان اكو فوميتنج ويا بين فالخلل بالجي اي تي، اذا كان اكو فوميتنج بس بدون بين اذا الخلل وين؟ مو بالجي اي تي. زين، اني فومتت وراح الالم، يعني شنو؟ يعني والله دكتور انا كان اكو الم ببطني ولما فومتت لما نتقيت راح الالم. فومتت والم ببطني ولما نتقيت راح الالم، العفو يعني كان عندي الم ببطني وتقيت وراح الالم. اذا عندك small intestine obstruction. شنو هذه؟ اسوفاجس، ستومك، وسمول انتستين. هنا سمول انتستين بيها انسداد فتجمع الاكل عندي هنا، لما نجمع الاكل سوالي الم ببطني، صعد شويه للستومك، صعد للاسوفاجس سوالي الم اقوى. لما طلع الاكل طلعت هذه المحتويات اللي موجوده هنا، وهذا هو اصلا مسدود. من طلعت المحتويات فرغ، من فرغ ارتاحيت شويه راح الالم. زين، فاني كان عندي الم بس لما فومتت راح الالم. اذا هذا شنو؟ اذا هذا small intestinal obstruction او small intestinal obstruction، يعني انسداد بالsmall intestine. زين، اني والله دكتور فومتت وكان عندي الم بس ما راح، stay، بقى الالم. دكتور كان عندي الم وفومتت بس الالم بقى ما راح، اذا يابا يا خالي انت عندك اما بنكريتايتس او كوليسيستايتس او ابندسايتس، يعني عندك الم ببطنك بسبب ذني مو بسبب الفوميتنج. انت لو عندك خلل بالسمول انتستين كان لما تفومت يروح الالم، بس انت فومتت وما راح الالم، اذا عندك خلل بالبنكريتايتس او الكوليسيستايتس او الابندسايتس. زين زين، العرض الثالث يقول لك يابا والله صار فومتت وصار عندي فيفر، فعندك انفلاميشن. هاي خو بسيطه، لان الانفلاميشن بها انترلوكينات راح تنفرز زي اللي درجه الحراره، فيصير عندي فيفر. زين، يقول لك يابا والله انا فومتت وصار عندي هيدك، فومتت صار عندي خلل بالفيجوال فيلد. زين، فومتت صار عندي فيرتيجو او باقي عندي الفيرتايجو او الفيرتيجو. شنو فيرتايجو؟ خلل بالتوازن، خلل بالرؤية، هيدك، صداع، ذني ثلاثتهم. إذا أنت فومتت وعندك ذني فمباشرة أحدد أنه عندك لابرينثايتس. لابرينثايتس، عندك خلل بالأذن الداخلية، عندك التهاب بالأذن الداخلية. ليش؟ لأن التوازن وجاي تتقية وخلل بالرؤية مالتك وصار عندك صداع، فبالتالي عندك لابرينثايتس، خلل بالأذن الداخلية، خلل بالتوازن مالتك. أوكي، طبعا هذه الحالة صارت بواحد من عائلتي، يعني قاعد من النوم فجأة عنده صداع قوي وعنده غواش بعيونه وفقد التوازن، يعني وبقى بس يفومت 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 اكثر من مره، مره واثنين وثلاثه واربعه، الى ان بعد ثلاث او اربع ايام اخذنا يعني يلا اقتنع واخذنا للطبيب، طلع عنده التهاب بالاذن الداخليه لابرينثايتس. اوكي، هيدك، خلل بالفيجوال فيلد، والفيرتايجو او الخلل بالتوازن. تمام، هذا الاسوشيتد سيمبتوم جدا مهمه، بين ونو بين، فومتت اكو بين، فومتت ماكو بين، فيفر، وهذه اللابرينثايتس. زين، اخر عنوان راح ناخذه بالفوميتنج اللي هو التايم، واهم نقطه بالتايم انه يابا اتاكد اذا المريض كان انفومت بالايرلي مورنينج. بالايرلي مورنينج يعني من الصبح، فاقول يابا اذا كان بالايرلي مورنينج اما سايكو، اوكي سايكو سايكولوجيكال، هيك هذا واحد قاعد الصبح يتبع كيف طخت بباله انه يتقيه، او لا والله بريجننت اذا كانت فيميل. زين،
أو لا والله كان يشرب كحول، كان يشرب كحول ففومت الصبح، أو لا والله عنده خلل بالميتابوليزم، أو لا والله عنده زيادة بالإنتراكرانيال بريشر. زين، فالتايمينج جدا مهم. إذا كان بالإيرلي مورنينج أخلي ذني ببالي إنه هو سايكولوجيكال، وإذا كانت فيميل فأقول بريجننت أو يجوز شراب شارب كحول يعني، أو عنده خلل بالميتابوليزم، أو لا والله عنده زيادة بالإنتراكرانيال بريشر. زين، ففومت من الصبح. خلينا نسوي مراجعة سريعة للمادة. عرفنا الفوميتينج وذين المصطلحات ريتشينج وريجارجيتيشن ورمينيشن، عرفنا شلون تتم عملية الفوميتينج ومنه المسيطر عليها، عرفنا المسببات أو الكوزز أو فوميتينج، عرفنا الهستري من الهستري، عرفنا الأونست للفوميتينج، وعرفنا الكاركترز الكالر والكونتنت والبروجكتايل لولا وإذا كان بلود وبايل وفيكيولنت شنو يعني، عرفنا البين شنو علاقته بالفوميتينج والفيفر وال الهيديك والفرتايجو والفرتيجو، والتايم آخر شيء إذا كان بالإيرل مورنينج فأحدد ذني الخمس أمراض أخليهم ببالي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا.